مطالب الثوره. ده سبب كده بس. ها المجلس العسكري المفاوض من قرار لتحقيق مطالب الثوره من قبل الشعب. دكتور عصام السلام عليكم. السلام ورحمه الله. النهارده الجمعه نجح نجحت بالناس الطيبين دول كلهم اللي واقفين اللي نزلوا من بيوتهم وسابوا مصالحهم وسابوا اولادهم ورجعوا تاني عشان يكملوا مسيره المطالبه بحقوقهم وان شاء الله هيحققوا. اهم المطالب لا احنا خلاص قررنا ان احنا ما عندناش لا بنقدم مطالب ولا بنرفع مطالب ولا بنكتب مذكرات ولا التماسات، حاجه واحده بس، هم سامعيننا عايزين يستجيبوا اهلا وسهلا، مش عايزين يستجيبوا احنا مش هنغادر هذا الميدان، احنا واقفين الجمعه دي والجمعه الجايه والجمعه اللي بعدها، احتمال كبير كل اللي واقفين دول يقرروا الاعتصام، احتمال كبير ما هو اكثر من هذا، كل الاختيارات مفتوحه. في معظم القوى السياسيه او الكبرى لم تنزل اليوم. ربما تكون هذه قوى سياسيه كبرى من وجهه نظرك، ولكن انا في رايي ان القوى سميت بذلك. هي سميت بذلك من وجهة نظر مسمينها يعني، إنما أنا في رأيي أن القوى الكبرى هم الناس اللي واقفين دول، هم الناس الطيبين اللي مش جايين لا مدفوعين ولا حد قال لهم روحهم ولا حد قال لهم أنتوا في تنظيم فلاني الفلاني لازم تبقوا موجودين زي الموظفين ولا أنتوا في حزب كذا ولا حاجة، معظم اللي واقفين دول مش أعضاء في أحزاب، دول نازلين غيورين على بلدهم، هو ده اللي ينجح أي ثورة وهو ده اللي ينجح أي مطالب، مش اللي ينجح أي مطالب الأطر التنظيمية والقرارات والقوانين الإدارية الداخلية لأي حزب أو تنظيم. الأحزاب كلها والتنظيمات كلها بتلهس وراء الثورة من أول يوم 25 يناير لم يكن أحد لا من الأحزاب ولا من التنظيمات الكبرى والصغرى واللي في النص كان يعلم أصلا بموعد هذا اليوم جم بعد أيام لحقوا شوية الشباب طلعوا يجروا وراء الشباب عشان التاريخ ما يلعنهم شوية بسوق عليهم وبالتالي فالشرف لأي تنظيم سياسي ولأي حزب سياسي أن يأتي إلى هؤلاء ليس الشرف والعكس إن هؤلاء ينتظرون غيرهم شكرا لك كنت اشكر سعادتك يا دكتور صصام الله يخليك شكرا